الحدود شرعاً يقول الفقهاء هي عقوبة مقدرة من الشرع في معصية لتمنع الوقوع في مثلها، فهي عقوبة مقدرة من الشرع. وقولهم عقوبة هذا جنس يدخل فيه الحدود والتعزيرات، وقولهم مقدرة من الشرع يخرج التعزيرات، لأن التعزير عقوبة لكنها غير مقدرة من الشرع، ولهذا القاضي أو الحاكم له أن يقدر العقوبة التعزيرية كما سيأتي إن شاء الله بحسب الاجتهاد. أما الحدود فهي مقدرة من الشرع، ليس للشخص أن ينقص منها ولا أن يزيد فيها.